على مقربة من مقر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تجمع عدد من الرسامين ليعبروا عن الخطورة التي يواجهها اقتصاد البلاد والتي لا تستثني أحدا في طريقها. نريد أن نوصل رسالة أنه الاقتصاد يجب أن يكون هناك حلول حقيقية وأن إيقاف الفساد وتدهور الاقتصاد اليمني. كان الرسامون الذين حضروا في شوارع المدينة منذ 6 سنوات قد شاركوا الشارع معظم همومه وتحسسوا بألوانهم مختلف أوجاعه، بحثوا عن المخفيين قسريا وأعادوا قضيتهم إلى الواجهة، ثم انتقدوا الفساد وأبانوا نتائجه عبر الجدران. رسمنا العديد من الجداريات هنا، كانت في هناك قضايا كثيرة حول الاختطاف، حول الدرونز وقضايا شاملة أيضا، ثم في آخر جدارية أو ما تبقى منها هي في آخر حملة، اللي حملة حطام في هذه الحرب. وبعد هذه السنوات تمكن مجموعة الرسامين الذين يتصدرهم مراد سبيع من نشر مفهوم إمكانية جعل الفن متاحا أمام الجميع، حيث انتشرت لوحاتهم في مختلف الطرق والأماكن، وسمحوا في أحيان كثيرة للآخرين بأن يشاركوهم الرسم وأن يغادروا دورهم التقليدي كمتفرجين. ولعل أكثر ما يحسب لمجموعة الرسم هذه استمرارها في وضع بلد توقفت فيه مختلف الفنون، وانتشرت لغة وأعمال جديدة تتنافى وجوهر ما يقومون به.